هي بقى ما بتعملش حاجة في الدنيا غير إنها بتحبني وبس. طب وإنت؟ أنا بموت في التراب اللي بتمشي عليه يا خالد، بس أنا بتخطف. إذا كنت بعمل كده وإحنا لسه مخطوبين، أمال بقى لما نتجوز هيحصل إيه؟ هيحصل نفس اللي بيحصل. تفتكر هي هتبقى مبسوطة معايا؟ مطمنة؟ سعيدة يعني؟ أكيد. أكيد إزاي بس يا خالد؟ علشان يا عمر ده اختيارها. ما أنا كمان اخترتها، بس عمرها ما عملت فيها اللي أنا بعمله فيها. عشان هي مش بتشتغل ضابط بوليس. وده ذنبي بقى ولا ذنبها هي؟ لا ذنبك ولا ذنبها يا عمر. مفيش أي حد واعي بيختار أي اختيار من غير لما بيبقى عارف حمله قد إيه وتمنه كام، ولو مش قده ما بيختاروش، ولو حتى اختاروا بالغلط بيعرف ده مع الوقت، والطبيعي إنه بيتخلى عنه. يعني فريدة ممكن يعني ما تتخلى عني في يوم من الأيام؟ فريدة مستحيل تتخلى عنك يا عمر. عارف يا خالد، أنا ما أعرفش أتخيل حياتي وفريدة مش فيها أصلا. ساعات كده بيركبني شوية غباء، بيجيلي هاجس إن ممكن فريدة تبقاش معايا. أول ما الهاجس ده بيجي في بالي بطرده على طول، بحس إن هو يعني خلاص كلام فارغ، عبط، شيطان، بخرجه من دماغي على طول. قلت لها الكلام ده قبل كده؟ لا طبعا. عايزني اروح اقول لحبيبتي ان انا بفكر ساعات انها ممكن تسيبني؟ ايوه. ليه لا؟ ليه لا ايه؟ هي البت ناقصه؟ مش كفايه اللي بعمله فيها كل يوم؟ ما هو علشان اللي بتعمله فيها كل يوم ده يا عمر لازم تقول لها، عرفها ان حياتك معاها شبه فكره القدر، ملهاش اي احتمالات بديله. انتوا امتى اخر مره سهرتوا مع بعض وخرجتوا كده؟ من زمان. ليه بقى؟ ما انت عارف. شوف حل. ما ينفعش يعني تبقى في حياتك هي كده ملي فراغات. طب اعمل ايه يعني؟ مش عارف. فكر. المسألة محتاجة شوية إبداع، أفكار جديدة بقى يا عمر بيه. ما افتكرش إن أي حد يستاهل منك كده أكتر من فريدة. وحشتني يا عسلية يا ابن العسلية. عسلية ارحم التليفون يا ماما والنبي. يا أيمن خضتني يا أيمن، مش كده، التليفون يهنج، قلت أكلم بتاع السوبر ماركت من عندك. فيها إيه؟ كل يوم يا ماما كل يوم يهنج وأنا في الحمام. طب إيه العلاقة يعني؟ طب أنت عايزين أعمل لك إيه؟ أعمل لك كابين ثابت جنب التليفون يعني؟ يا أيمن خلاص، ما أنت علقتني يا أيمن. إيه؟ ما عشت اللي كنت ست الكل ده، أنت القمر يا حلو. صبح يا حلو. بكاش بكاش يا حلو. صبح يا حلو طول يا حلو صبح. الله، ده انت حتى في الشارجنج اهو عمال يكهرب في نفسه زي الفل. لا يا زوزو، ما هو كويس اهو. بجد والله؟ ده انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه. بس يبقى نسالهم ولاد الايه. هما مين دول اللي عملوه؟ ايوه، ما انت مش عايز تبطل طريقتك دي، بقالك يومين بايت برا البيت، لازم طبعا الفار يلعب في عبي. ما هو انت يا زوزو لو تيجي معايا دغري كده وتساليني انا هجاوبك. ما انا عارفه الاجابه قبل ما اسال. هتقولي انا في الاسم، انا شغال، انا تعبان، خنقتني يا ايمن. طب اعمل يا زوزو، استقيل؟ لا يا حبيبي، قولي الحقيقه، برد قلبي. برد قلبك؟
من ايه يا زوزو؟ اي حاجه، خبر حلو كده. خبر حلو عندي. امبارح في القسم واحد ضرب بالنار في مكتب عمر سلطان، والدم طرطش على السجاده وعلى الحيطان. لا استني استني، حلو عشان يكمل احكي. لا 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 خلاص خلاص خلاص. وعمر عامل ايه؟ الحمد لله عمر كويس. انا صعبان على البنت خطبته والله. اشمعنى؟ جات على ملا وشها الصبح في القسم طمن عليه. وانت بقى ان شاء الله امتى كده ربنا هيهديك وتلاقي واحده كده تتشغل عليك وتقلق؟ لا اله الا الله، هي ناقص الواحد يعذب بنات الناس؟ كفايه قلقك عليا يا قمر. هتتأخر يا عمر؟ هطب عليهم في الكمين في السريع كده واجي على طول. طيب هتكلم فريدة؟ ما تقلقش بقى، قلت لك هصادحها هأبدع. ايوه هو ده الكلام. عمر بيه الباشا الكبير نبى اول ما حضرتك تيجي تخش له عجلين على طول. فعلا. تمر بقى حاجه تانيه يا عمر بيه؟ شكرا يا عوني شكرا. طيب خليك خفيف. انا خليني خفيف؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على الباشا. يلا يلا، الواحد برضه غير هدومه. خير يا باشا؟ كل خير. عمك سعيد زارني امبارح. اكيد. يعني انت عارف بقى؟ لا مش عارف، بس ده شيء طبيعي. وانت بقى رايك ايه في الحكايه دي؟ ما تقلقش يا باشا، انا ان شاء الله هتصرف واعرف اصالح فريده. اللي بينك وبين فريده يا ابني شيء يخصكوا انتوا الاثنين، انما الشيء بقى اللي مضايقني ومعفرطني ان انا وقفت قدام ابوها مبلول مش عارف ارد عليه، اتلجمت. حاشا على الشر عليك، ده نضرب نفسي بالنار لو حطيتك في موقف محرج. ما هو ده اللي حصل فعلا، بقيت واقف قدامه لساني متلجلج. عارف ليه؟ سألني سؤال، قال لي ترضى ان بنتك تنزل من البيت الفجر عشان تقابل خطيبها؟ ما انا والله العظيم شدتها على الموضوع ده. ما انا عارف، المفروض لما ترتبط بست لازم تعرف طباعها كويس وتعرف ايه اللي بيستفزها. انا ما استفزتهاش بحاجه يا باشا. لا استفزتها يا اخي، استفزتها. تسيبها في وسط الشارع لوحدها وتقول لي ما استفزتهاش؟ لا استفزتها. زعلش مني، انا عارف انك انت كنت بتعمل ايه ساعتها ومقدر اللي انت فيه، لكن طول النهار تسيبها كده؟ هي والبيت هنا اتصلوا بيك بالتليفون ما تردش على اي حد فيهم؟ طبعا لازم تستفز. شوف يا ابني، كل واحده ليها طريقه في الحب بتاعها، وخطيبتك اول ما بتستفز تتصرف تصرفات عبيطه ملهاش اي لازمه، وتوضر الدنيا وتورطك معاها ورطات انت مش قدها. شوف كل ده كوم، والكوم التاني بقى كوم ابوها اللي مستخسرها في اي راجل في الدنيا، وهو الوحيد اللي واقف ومعطل جوازكو. نعمل ايه بقى؟ حقك عليا يا ريس، انا هتصرف خلاص ما تقلقش، والله العظيم هتصرف. تصرف يا ابني، اتصرف باللي ربنا قال عليه عشان خاطركم انتوا مش خاطرنا احنا. يا راضي. ايه يا باشا؟ دي عربيه عمر بيه، خليه يوسعوا له. اطلع ادني الميكروباص ده قدام شويه. هات الميكروباص ده يا ابني هنا. عم عاشور وسع وسع عمر بيه، تعال كده عمر بيه. السلام عليكم. امسك يا ابني. بقول لك ايه؟ التاكسي اللي دخل عليك ده عايز بطاقة ورخص، شوفولي. تؤمر يا باشا.
الحمد لله. السلام يا عمر. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اتفضل يا باشا. روح. صالحته؟ مش وقته يا ايمن الله يخليك. لا بس انت كنت اوفر اوفر يعني. عارف. ده ما عارف يبقى تشرب شاي. عم ابراهيم عمر لنا بشاي لعمر بيه والنبي. قوم يا باشا. لان شيء العلاقه بين الراجل والست اساسها الراجل الصعيدي. تعالى يا ابراهيم. ثابت مكانك، خدت عليها راضي. يا باشا اكتب يالا انزلي. تعالى ارفع ايدي وافتح الباب لايدي التانية. يا باشا هو بيموت مني وعايز اوديه المستشفى. عبد الرحمن كلم بيه عبد الرحمن عشان يرتاح. ايوه يا بابا. خافش يا حبيبي انا جنبك يا بابا. وراهم راضي لحد اقرب مستشفى. وانت تمشيش الا ما تطمن على الواد. حاضر يا باشا. لو احتجت فلوس ادفع وانا هبحثه بسرعه. راضي دور وتعالى ورايا. هما الناس دول مجانين ولا ايه؟ ايه الاسعار دي؟ انا قلت نفس الكلام ده والله يا مدام سمية. كده بعد الثوره؟ من قبل الثوره كانوا ازاي؟ كانوا ارخص من كده. يبقوا مجانين. هنعمل ايه معاهم بقى؟ فاضل قد ايه ما بعتوش العلب بتاعتهم؟ اللي احنا بعتنا لهم كلهم بعده. يبقى لازم نشوف قاعات تانية. ده معرض خيري. انت بعت لهم الكلام ده في ايميل بتاعك ولا لا؟ ايوه يا مدام، وقلت لهم ايه اهداف المعرض وايه توجهه وايه الدخل بتاعه كمان. الله، امال في ايه بقى؟ مش عارفه. ادخل. خير يا ايمان؟ في ايه؟ اشرف رجع يا مدام. ايه ده بجد؟ جبتهم الاسم؟ عم محمد لسه راجع بيه حالا. امال هو فين؟ عندي في المكتب. خليك يا نادرة استنيني هنا. اشرف يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. كده برضو يا اشرف؟ يعني ينفع كده؟ ده احنا كنا خلاص فقدنا الامل فيك. قولي بقى يا سيدي، انت زعلان مني؟ يزعل منك ازاي بس يا مدام؟ هو يلاقي في الدنيا حد يحبه قد حضرتك؟ وبعدين ده هو اللي خلاهم يكلمونا عشان نروح ناخده من الاسم. ايه اللي مشاك يا اشرف؟ انا اتكلمت عشان ما كنتش عايزه تحبس. حقك طبعا، يعني لو ما كنتش اتحبست ما كنتش هترجع؟ لا. طب ليه؟ في حد مضايقك هنا؟ محدش، بس انا مش عايزه المدرسه، ما بحبهاش، خانقه. انا بحب الرسم ولعب الكوره. طب وليه ما قلتليش؟ قلت استاذة إيمان ادت لها الرسومات. الرسومات دي موجودة ولا رميتوها؟ لا موجودة يا فندم. ثواني. الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ هاي شفتي الرسومات دي كويس يا إيمان؟ ايوه يا فندم. خلاص يا فنان، مفيش مشاكل خالص بعد كده. إيمان لو سمحتي خديه للدادة بتاعته خليه يستحمى كده ويغير هدومه ويرتاح. ولما تخلصي تعالي على المكتب عشان عايزاكي. اوكي. بتهيألي عايزة تيجي كده سنة؟
في زمان ولد صغير راح المصيف هو وأهله، وهو بيعوم في البحر كان هيغرق ويموت، بس ربنا كتب له إنه يعيش، عايم وخرج، حب واحدة زي القمر، بس قالته كميت، أحسن ما يزعل القمر ده ويشوف التكشيرة دي على وشه. إيه مش ناشئة دي؟ طب إله يا رب وهو صغير؟ بعد الشر. غمضي عينك بقى. طب إله يا رب. خلاص خلاص أنا هغمض. طب غمضي. أهو. أوعي تفتحي. ماشي. فتحيش. فتح. شغال. أنا حاسة إن أنا أول بنت في مصر بتخرج 10 سواري في عز الدور. خلاص اعتبريه غادة سواري. يعني غدا وسواري ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ نفسي أسهر معاكي ومش عارف أنتحر. يا حبيبي أنا بهزر معاك، بس كان نفسي إن أنت تاخد أجازة. حاضر. أوعدك إن أحاول آخد أجازة. طيب. اتفضل. تفضل ايه؟ تفضل قول. اقول ايه؟ يا عمر انت جايبني وانا لابسه سواري في عز النهار، وموديني الكوافير من الساعه 10 الصبح، ومغير المكان ده كله، وملبسهم طرابيش عشان في الاخر انا اللي اقول. وجهه نظر. لا وجهه نظر تحترم كمان. يا سلام. طب ايه رايك نفكر في حاجه جديده عمرنا ما فكرنا فيها قبل كده؟ زي ايه؟ زي لا بلاش دي. بلاش ايه اللي بلاش دي؟ خلاص بقى هفكر في حاجه جديده. لا انا عاوز اعرف. ما تنشفيش دماغك بقى، احنا جايين نتبسط. طب ايه رايك ان انا مش هاكل ولا هشرب الا ما اعرف دي بالزيت؟ هتقول جايب شمبانيا يا عمر؟ وانا وش ذلك برضو؟ ده عصير. شغل افلام يعني. الواحد بقى بيسكر من اقل حاجه يا شيخه والله. يا سلام. ميرسي يا حبيبي. قول لي كنت عاوز تقول ايه؟ هو انت ما بتنسيش حاجه؟ لا انا معاك، انت ما بنساش حاجه. ماشي. عمرك تخيلتي ممكن نبقى عاملين ازاي لو سيبنا بعض؟ هي دي مش حاجه جديده. الفكرة دي جات لك قبل كده؟ أي بنت في الدنيا ممكن تجيلها فكرة زي كده، لو حست إن حبيبها محتاجاه وهي مش لاقيها
الفكره دي ممكن تجيلها، او لو حبيبها ده خلاها تغير من واحده تانية هتجيلها الفكره دي برضو. ولو حست ناحيته بالخيانه، ويمكن كمان تجيلها الفكره دي حتى لو كل ده ما حصلش، عشان هتقعد تقول يا ترى كل الحلو ده هيفضل مستمر من غير ما في اي حاجه تعكر عليهم، ولا انا بتكلم غلط؟ عمر، انت ما جاتكش الفكره دي قبل كده؟ جات لي مره، بس انا طردتها من دماغي على طول. طب ولو فكرت فيها مثلا، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا فعلا فكرت في حاجات كتير وانت بتتكلمي دلوقتي. حاجات زي ايه؟ زي مثلا يعني لو فرضنا انه فكره فارس او فتاه الاحلام ممكن يبقى ليها معنى في الحقيقه، ما ينفعش يكون فيها حاجه مش فيكي، وده خلاني مستحيل اتخيل حياتي وانت مش فيها، عشان انا عمري ما هلاقي كده تاني الا في احلامي بس. عشان كده كل ما الفكره دي بتجيلي بلاقي نفسي رافضها، عندي استعداد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان احافظ عليك، اي حاجه تحت اي ظرف وتحت اي ضغط. سامحني، انا مش بعرف ازعل منك عشان اسامحك. طنط صدقيني احنا مفرومين والله. انا بنام بضرب النار يا طنط، انا حتى مش عارف اش فريده. يا حبيبتي والله انت وحشاني. خليكي معايا يا طنط لحظه. عبد الله جه بيجيب حاجه وجاي على طول يا باشا. لما يجي بعتولي يا طنط. اوامر سعادتك يا باشا. ايوه يا طنط معاكي، ربنا يخليكي ليا. طيب يا حبيبتي ماشي. يا ريت والنبي. ماشي سلامة الله. سلام يا حبيبتي. سلام سلام. ازيك يا عم سعد؟ الله يسلمك يا باشا. قهوة يا باشا؟ بسرعة. حاضر يا باشا. المرة دي بيه فين؟ في مكتبه يا باشا. طب انجز انت القهوة بسرعة. ماشي يا باشا. سيد بركات، بعد سنة راضي. صباح الفل. ايه وراك حاجة ولا ايه؟ طب تعالى تعالى. ايه يا راجل يا طيب؟ ايوه يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. قهوة الباشا؟ طبعا يا باشا. مظبوط. ايوه يا باشا. بونجورنو يا باشا. بونجورنو يا ابن الناس، اقعد. ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ عايشين. اي خدمه يا باشا يا طالب؟ شوف بس راضي بيشرب ايه. كوبايه شاي يا عم سعد. ماشي يا باشا. وازازه ميه. ماشي يا باشا. خد ميه. اهي ميه. معلش يا باشا، انت عارف الدايه العبيطه اللي فيا، ما بعرفش اشرب مكان حد. ياض وانا حد ياض. العفو يا باشا، بس لا يعني هعمل ايه؟ خلاص براحتك، امسك نفسك. بصيت في الملف ده؟ بصيت يا باشا. ايه رايك؟ والله اخر حكم خده كان من 7 سنين، ودلوقتي بقى له 4 سنين شغال في البضاعه الصيني. فين؟ مخزنه في شارع 8 قرب الحجر. طيب
اعمل لي اذن نيابه كده عشان عايزين نزور زراره خفيفه. والله يا باشا احنا عملنا تحرياتنا بس المكان قديم وشغال من زمان، وعشان اطلع اذن نيابه مفيش المكان مش عليه اي شبهه. يا ابني مش هنغلب يا ابني. الراجل ده ليه واحد من رجالته مات في مكتبي هنا. لازم تتصرف. مش كل حاجه هحتاجها هلجا للباشا الكبير ده، في الاخر ابويا يا عم راضي. تحت امرك يا عمر بيه. احنا هنغلب. ايوه كده اظبط نفسك. بقول لك ايه؟ ايمن باشا في مكتبه. مكتبه. طيب. باشا يا كبرنا عامل ايه؟ انت فاضي ولا مشغول؟ طب بقول لك ايه، انا عايز اعدي عليك عشان عايزك في موضوع مهم قوي. طب ماشي هجيب راديو واجي لك. ماشي يا باشا. تعليمات سعادتك يا باشا. سلام يا باشا. تعالى معايا هوريك ايمن باشا في سكه جديده خالص، بس لو ضحكت هبهتلك. قوم. اتفضل يا باشا. اسد الداخليه كلها. حبيب قلب اخوه. صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا باشا. عامل ايمون. شبل السنين عم راضي. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. اتفضلوا يا رجاله. حاضر حاضر. ايه عسليه يا ابن العسليه؟ ايه ما بتفكرش عدي عليا لما اكون معاك ابوك؟ ايه بتخافت تقولها راضي؟ والله يا ايمن باشا البي مش مخلينا ناخد فرصه حتى نتنفس. الله يعينك يا عم. ربنا على الاول مفتري. انت بتشتكيني يا ابني؟ انا اقدر. ادخل. حبيبي عجميه. هياخد مكان يا باشا؟ يا باشا اقول ازاي اتكلم معاك ولا اطلب منك حاجه بالوش ده؟ يا عم فك الوش الجبس ده، خلي الحياه تمشي. لا مؤاخذه يا باشا، عندي صداع في البيت يا باشا. طب لما يمشي الباشا بقى تعالى نحل الصداع بتاع البيت. ماشي يا باشا. ماشي يا جبل. يا عم لا حنين ولا بتاع. اي ريحه طيبه اتت بك يا مولانا؟ عايز اعمل كبسه على مخزن سيد بركات، تشتغل بامريكاني. ده اللي قالك عليه الواد قبل ما يموت؟ هو ده. وده مخزن ايه؟ مخدرات؟ بضاعة صيني. فرافيت من اللي بتتباع على الرصيف وفي المترو والكلام ده. واضح ان هي دي الستارة اللي مستخبين فيها عشان يبيعوا المخدرات بتاعتهم. يعني ندبح ونجيب اذن نيابة؟ يا عم اذن نيابة ايه؟ وانا عايز اذن نيابة كنت جيت لك، ما كنت هكلمك في التليفون. انا عايز اقعد معاك نفكر مع بعض كده انا وانت وراضي. هنخش الحتة دي ازاي؟ طب المنطقة دي فين يا معلم؟ حكر، شارع 8. شارع 8؟ انت عايز جو احتراف احتراف بقى. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لي ليه؟ طب بقى قول لنا امان راضي. يا يوكو جو احتراف احتراف. لا على قديمه وعلى قديمه يعني. ما فيش موسيقى تصويريه. خليه من الواد دلوقتي في ستيت الشاي وكوباته ويقلبها. لو هروشها. تعالوا لي هنا يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف بس انا راضي؟ ما جربتش. بكره هتجرب، بكره تعدي عليا هديك عند الكشاف نور وهدمه كده عشان ما حدش يهرشك. وريني جزمتك يا باشا. يا نهار ازرق. دي اساسا سعرها يساوي 3 شهور لاي كشاف نور. حرام عليكوا يا زلمه، الناس مش لاقيه تاكل. والله يا ايمن بيه ده واحد صاحبي جابها لي من بره. ماشي، بص يا عم راضي، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عندنا 4 طلبات مهمين جدا. اول ما تروح هناك عايز اشوف اوسع مدخل للحاره. فين وازاي؟ نمرة 2 الاسطح اللي موجودة، واهم حاجة السطح القريب واللي كاشف للمخزن. تمام؟ تمام. تالت حاجة بقى ودي عايزة منك صعوبة شوية، تكشف لي اذا كان في حراسة على الاسطح، في نضروجية، كل ده بطرف تاني عشان ما تكشفش. اوكي؟ تمام يا باشا. الاهم بقى ان تشوف لي اذا كان في ابواب جانبية ولا لا، ولو كان في ابواب جانبية مفتوحة ولا مقفولة. تمام. أوكي؟ تعرف راضي ولا نجيب حد يعمل الحاجات دي قبل كده؟ عمر بيه ارجوك طلع دي عليا. الشمل سخن وشط وريحته طلعت، اضمنهولك برقبتي يا معلم. هينفذ هينفذ. ادخل. مساء الخير يا معالي الباشا. في ايه يا امين جمعه؟ في سعادتك يا باشا، عيل من 3 عيال جم امبارح عامل قلق في الحجز. على هو ابن الرافه ده اشتغل لنا ولا ايه؟ بعد اذنك يا عمر بيه. مستنيك. اتفضل.